بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسي امرمان باسي حديثي عزيزة وثمان آحاد دا بشر لبسات سن بشا سي بشا خبري آحاد يا كم يعني مشهورة، دو هم يعني عزيزة، سي هم يعني غريبة. حديثي عزيز تعرفتي شيا العزيز لإصلاح البتا ديار اللغة أشتيك ولإصلاح أشتيك ترى لإصلاح لبيت ما رواه اثنان عن اثنين، ما رواه اثنان عن اثنين سيري لك ما كان، ما رواه اثنان عن اثنين يعني دوكس لدوكس سوا، دوكس لدوكس سوا الروايات يعني كربية، يعني همو طبقات السندكة يا بعض لطبقات سنتك دوك استيايا، يعني ليك لطبقات لأقل طبقة ليك لطبقات سنتك يا شي دوك رواياتي كذبه اتربه همان شو اجر لا طبقه كان ترى جماعتك روايات ينكر مثلا بين صحابه لبيغمبر صلى الله عليه وسلم روايات ينكروا، بين صحابه لبيغمبر عليه الصلاه والسلام روايات ينكروا، لا بلام ليك يكيانا دو صحاب دو تابعي الروايات كربا ليك دو صحابانو ليك دو صحابانو اللي طبقه كيانا دو نفر روايات كربا دو تابعي مثلا روايات كربا حديث كربا شيء حديثي عزيز، يعني لرا اعتبار بس شيء اكين لرا لا باقل اكين شرط نية لا حمو طبقات كان هر حمو دو بيت تا اخر سنه ذاك لا يكتبق يا دوكسي يا بيت ورايب بيت أبيت حديثي عزيز تجيش براكم جاء أو تعريف كيتي تعريفي للغة، لغة هو صفة مشبهة من عز يعز، عزيز لسر وزن فعيل لزبان عربا صفة مشبهة لا عز يعز فعل يفعل ورجلوا ما بفعل يفعلوها بالكسر يعني يعز بمعنى شيء عز أي قل وندر، قل وندر عز يعز بمعنى كمية يعني كمبو نادرة كما نيابة مثلا، أو من عز يعز لبابي شوارم عز يعز عزيز يعززو يعني عزا عزيزا يعزو يعززو يعني فعل يفعل لباب شوار بمعنى شيء بفتح عينك لان اي قوية واشتد بمعنى بقوة بونو محكم بونو بتوبونا بو معنى جابوا بحديث عزيزا عزيز لبرد يكلم دو مناسبته يا علين لا عزا يعزو ورقيراوا بمعنى قلا لبروا كما حدثك لقلة وجوده وندرته لبروا حدث كما ونادرة بني يا علن لعز يا عزور قلاوة بمعنى قوة شدة محكمة لبرشي لبروا لبطريقة كتر أم حدث بقوة بيت لرقية كتر وهاتوا بقوة بيت شن لطريقة كتر وهاتوا ببوني أو بهيزة بيت وانيا وابويرن اما لقوته بمجيئه من طريق اخر يا لبر اوي ام حديثا في قوه بياكا هيس بياكا ومحكم ابيت واستدلال في قوي ابيت بشي بسبب اوي كلا طريقه كيترو لا ريكترو هاتوا وارد بوا بس انا دي كيتر بلام لا اصلاح شيا لزاراوي مصطلح حديثا بحديث اوان عزيز أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. أو تاني كوا كم تر نبيت ها كم تر نبيت لدوكس لتواوي طبقة كان سندك يا لحمو طبقة لصحابي وحتى مصنفي كتابك لدوكس كم تر نبي الراوية كان يعني دو صحابة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم روايات يعني كرد بيه لهر كان مقدمان دوكس 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 دي حتى أخواروا
تا آخر سندك أما أقل لك يا ري كم ترنبي أي قال له عندي طبقات زيادة ربو إيش قال لي يا لهندي طبقات سيكز بون شوار كز بون زيادة ربو بحد بشرط يوم ما نجاتا بلاي هن تواتر زيادة ربي قيناك ما دام ليك طبقة ما بيتو دو كسك حفظ بيت محفوظ بيت دو كسك لطبقة كا محفوظ بيت أم حديثة حديثي عزيزة باشا صد كز لس في غنبره صلى الله عليه وسلم يرابك يعني صد صحابي باشا أو أبرو أصلا صد كز لم سرينا كالروايات يعني كتبه عن اثنين أم صد كز لسن كسو دو كز طبقه كتير دوايا بيت صد كز لهمويا أو هبي ما دام ليك طبقه دو كز كهياتي هرس حد سكفي من حديثي عزيز تيجيش برا يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين يعني دسنك به لطبقية لطبقات السند يعني لهمو طبقة كان كم تر لدوكس دسنك به يعني حتى من أبي دوكس يتيابت شو نقل بيبا يكس تلا تعريف حديثي عزيز درسي يعني غريب أو زارة أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر بلان أجل لبعض طبقات السند كيا زيات سيكز هبو يا زيات لسيكز يجبو أو ضرر نيبو حديث تعريفك يعني تعريفك الشاملي عزيز هر أبي وانيا لا بينس طبقي السند كيا مثلا طبقات بينس مثلا لم بينس طبقيا لا يكم يا ناس سيبي دواي شوار بي دواي فينز بي دواي دو بي هر بيتا سي عزيز بلى مشهور عزيز يجبه مشهور عزيز يجبه لطبقية كان مشهورة لودا عزيزة بلى شنو بحثي وان ان شاء الله حديثك مان هيك ابيني لشلونك او حديثتي شهرتي هي لصحابة لتابعين دواترتي لطبقية كترى بيتا سي أبي تعزيز. مشهور إصطلاحي نا. شو اللي مشهور إصطلاحي أزاني شو أنا مشهور إصطلاحي ما لهمو طبقات كان إصطلاحينا غير إصطلاحي. لمشهور إصطلاحي أبي لهمو طبقة كان للسيكس كم ترنبي. لهمو طبقة كان السيكس كم ترنبي. وأني تعرف كمان واكر ما رواه الثلاث فأكثر في كل طبقة. أقل طبقة كابو بدو اتروا إصلاحا برنامج ولا من غير إصلاح هذا. وصل لغير إصلاح شيء كان يني بركيو. بابوتي. لغير إصلاح أقل بركيو ما وصلت حد بارد توريزي مشهور. هناك هي موت ما. نعم مشهوري غير إصلاحي وكو مشهوري إصلاحي نبرا. أصلا إما مشهوري إصلاحي وتما هما أنا يك سندي هي هما أنا زيادة للسندي هي هما أنا سندي هرنية غير إصلاحي. غير إصلاح يا كيا. هاي أصلينية أصلاً، هالسنة دينية. ليه وش شاملي كم تعريف للتعريف إصلاح يا كان بيت، هالسنة دينة بيت. شاملي هي كيا نبيت، يعني شاملي ن مشهورة ب للإصلاح هوا. ن شاملي غريب أبي، ن شاملي عزيز أبي، وانيا ن شاملي متواتر أبي. شاملي هي كيا نبي أجر السنة دي هرنا. والله نجاري وين مشهوري شو وانيا؟ طلع وتي بشرط أن تبقى ولو بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان بشرتك على أجل هاتوا بعض إلى طبق كان سيك زيادة ربون زرارينيا بشرتك بمينته ولو لا يكتبق شابت يكتبق شبيت يكتبقيان دو كزبن لو سلسلة راوية كان سلسلة طبقاتك يا ليك طبقيانا ليك حلقة لحلقات سندكات دوك الزوات يعني كربه بولي أن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند شو نرى اعتبار بس يكري با لايك مكا كم ترين طبقة كم ترين طبقة لطبقات السندكات كريت اعتبار بأكثر ناكري لرايا أكثر كتشندا إما كارمان بولا أنيا كارمان بلاي أقل لكيتي أقل طبق كان طبقية كتيابه لدو كم ترنا بيت ولا دوش زياتر دو كذبه أقل طبقة دو كذبه ك
كم ترنبي زيادة ترنبي أو في يلا نشي محدث حديثك عزيزة. بلى هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. جاء أم تعريفك كلمة أم تعريفك الراجح أبو حديث عزيز. لم مثاليا مثالك يبو حدثك هنا وتوكب ناويش يدو عيش نسمي سالكي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أم حديثا دو صحابة لفي غمرو جيرايان صلى الله عليه وسلم ككيا أم دو صحابة ككيا وكين أبو هريرة أنس كري مالكا. حديثك أبو هريرة إمام بخاري هنا يتي بمسنا لك أفرمي حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فوسنا ذكيك إمام بخاري هنا يتي حدثك أنسيش أفرمي حدثك بنسن يعني توان بنسن بدو سند هاتوا بدو سند أم حديثا روايات كلاوة دو صحابة لفي غنبر وجيرايا نتوى صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنس كري مالك. جاء حديثك أبو هريرة بمشيوهات ورواه البخاري رواه البخاري قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة ما سندك يا حديثك أنس أو جار لسان رواه البخاري بلد رواه البخاري هربوا السند إمامي مسلم يشر رواياتي كله بلام أما أبي بخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجنوه دكان الشمس في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام حديثك اي اناس بسبب او الكراوي كان غير الراوي كان حديث ابو هريره ها خبرك يكلو بعزيز شن سندك الراوي كان غير الراوي يعني انا يعني دو صحابه الروايات ينكردوا وان لا او ابن لا لا انا سوا لا انا سوا كي هنا يتي لا انا سوا عبد العزيز كري صهيب هنا يتي والله لا أبو هريرة وكي أعرج وانيا رأي كان فرقي هاي اللي لا أعرج وأبو الزناد هنا يأتي والله لا عبد العزيز كري صهيب وكي هنا يأتي ابن علية هنا يأتي دروسة لا أبو الزناد وكي شعيب لا ابن علية و يعقوب كري إبراهيم لا شعيب وكي أبو اليمان جا هر حديثي دو إسنادي هبو هر حديثي دو إسنادي هبو لدو صحابيو كل صحابيكي هر كامل صحابي كان سلسليكي خوي هبو يعني سلسلة راويكي خوي هبو غيري أو سلسليتر سلسلة أو صحابكيتر أم حديثة عزيزة تقريش نبراك دو صحابة لفيغنبرو جرايانة صلى الله عليه وسلم سلسلة هر كامل كان لقل أيوتريان كاملا جدايا متفاوتة أو أحد سكاب كابسي حديثي عزيز. وقال بعض العلماء إن العزيز هو الرواية اثنين أو ثلاثة
هند العلماء وتبيانا عزيز حديثك الروايات كدني دوك زياسيك زتر لمشهور جيان نكود لهند يا صورتيا تبيانا دوك زياسيك الرواياتي كربي أبتتي أبت عزيز فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره لحديث مشهور يعني جيان نكود لهند يا صورتها يعني عموم مخصوصي جيان في داوا عموم مخصوصي مطلق يعني في داوا على هرشي عزيز بي يعني هرشي مشهور بيت بل عزيزي شكوى شون ما دام عليه تعريفك على دو كز روايتي كربي ياسيا كز روايتي كردبيت إلى سورة سيا كسكا هني كابو هم مشهور بركبت أو هم عزيزيش يعني كل مشهورك عزيزة طالما هادشي عزيزة مشهور نية بوشي شون عزيز بعض لا أقسامي عزيز لا أم تعريفه أويك دوك از روايتك مشهور اويل اسيا كم ترنبي وانيا هرشي مشهوره عزيزه هرشي عزيزه مشهور نبه بي ام تعريفه بلام او تعريفي في شو كما اسمع كتعريفي الراجحه بو حديثي عزيز احد انت تعرف نكردوها بالاقسام احد اخوي احد لو سيانه بالبدرنيه جات تو اقر تيالكيش يا امكي مثلا او عموم خصوصا بدي يعني دي لو سي حالاتها زياتنيه يا غريب يا مشهوره يا عزيزه يا غريبه شنو لو سياني زياتنيه بكي بس قسمي شواره مينيا احد كل احاديثي احد لمس يقسم بدر نيه لروي سندوا تيجي براكم بلا او حديثه مثلا غير مشهوره حديثي كمان في كل طبقاني مثلا في سنت حاجه مثلا ب استاذ امام بخاري دو كذا روايتك شامل عزيز الروايه امتى تفهم غير او حديثه مشهوره اهم مشهوره هل كذا اصلا اعرف كل نوع احاده بلا تبين اسمين بين احاده مشهوره احاده براكم احاده هو اللي احاد درناتي اللي وياه منافاتي نيل قلواك احاد بيلي وياه بلام لا لببي أو تعريفك تعريفك مرجوحة لراستي ده تعريفك الراجعني يا أخوي ببي أو تعريفة مشهور وعزيز لهندي شوينة لهندي حالات يا أو حالته يكن لهندي حالات يا يعني أتواني في بلي عزيز ده مشهور شيء فيه وثريت لو حالته هردو ناوكي إطلاقك ليه بس ريال لحالتك أجر هم يسيا كزر رواياتي كل بيت بلام أجل سيكم تربو ليك إلى طبقات السنة ذكاء دو كذبو بونمونا هموي سيكذبو ليك طبقات دو كذبو أم حديثة أتوانين بيبلين عزيز بلام بينا وتلتي مشهور شن مشهور وتمان أبيلا همو طبق كان سيكم ترنبيت تمام مصدر شايف ما نجو تعرفين حقيقتين راجع حكنا أبيلك لتوان بعض هيك اللي مشهورة كان لتوان عزيز بم نأ همو مشهورة كان عزيزا بعضي لا عزيزة كان مشهورا بعكسه براي خوش اسم تون اما عزيز على الرواية اثنين او ثلاثة عزيز رواية دوكس يا سيكسة يعني هندي حالتي دوكسة هندي حالتي سيكسة هدو كانت يا عزيزك بلا مشهورك بحموش سيكس به لسيكم ترنبي ها دي اويك لسيكم ترنبي مشهورة بهمان شيء عزيزي شو كل مشهورة لجير تعريف عزيزة جيبته بلام هرشي عزيزة لجير تعريف مشهورة جينابته شن بو شن بعض الأقسام عزيز دو كذ روايات يعني كروانيا إذا حاطي مشهورة كده يعني كنت لسه هو السبب يوم سيتي أنا سيتي ده بيشون إحنا سيتي ده بيشون على طبق عبيل السيه كم ترنب